مشاهدينا عودة للخبر الأبرز واجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال نتابع مع حضراتكم سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومه لتنفيذ حزمه الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم العاملين بالدوله وقطاع الاعمال العام وذلك في ضوء القوانين المنظمه التي اقرها البرلمان بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والسعي لاحتواء اثار التحديات الاقتصاديه والتقليل من حده تاثيراتها كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومه لضمان سرعه الانتهاء من المشروعات الجديده التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات منها الدوائيه والسياحيه والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماويه والسيارات الكهربائيه بما يسهم في تلبيه احتياجات السوق المحليه ورفع معدلات التصدير في اطار توجه الدوله لدعم الصناعه الوطنيه وزياده الاعتماد على المنتج المحلي واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول في هذا الصدد الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذيه ومدى توافر مستلزمات الانتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكه مع القطاع الخاص وجهود الترويج للفرص الاستثماريه في مختلف الانشطه والقطاعات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطه تحسين الاداء الخاصه بالشركات والمصانع التابعه لقطاع الاعمال العام ومواصله برامج التدريب ورفع كفاءه الموارد البشريه وتطوير السياسات التسويقيه للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحليه وتعزيز الصادرات الى جانب التركيز على الشراكه مع القطاع الخاص بما يعزز جهود التقدم والتنميه في مصر